الحب. كرام، انا الان مع سعيد اللي تبعتوا معايا القصه ديالو القمه في الغرابه. سعيد الزوجه ديالو تخلت عليه 29 سنه كيبغيها حب كبير، تخلت ليه وليدات عندهم اعاقه، تخلت عليه وتخلت عليهم، كيبات في الزنقه، الله اللي يعن به. غادي نحاول نناقش مع سعيد الا توفقت. سعيد كيدير؟ لاباس؟ لاباس. ها لاباس. مالك سعيد؟ قول لي مالك. مريض اخويا، شني شويه عيان. شنو اللي كيضرك يا سعيد؟ حريق البول وغادي اخويا، حريق البول. قالت لي اختك كتمشي تقلب على المراه اللي مشات 29 عام ما شتيهاش. 29 سنه وهي هارب عليهم مخليهم. دابا انا بغيت الدواء. وحدو اللي هي مرت بواك، هي اللي كبرتكم وهي اللي عاوناتكم. هي اللي كبرتهم فيها الخير يعني. هي اللي كبرتهم. وانت علاش كتمشي للزنقه؟ علاش كتمشي تبات في الزنقه؟ يا سلام صاحبي، غا نتلف المرض نبقى هنا بارك، الوسواس يدخل لي كنمشي كنديع. حيت ما لقيتيهاش؟ ياك الوسواس يدخل لي، يقضي لي الوسواس ونمشي نديع. باقي كتفكر ديك المره؟ باقي وانا ما جريتش عليها. راه اش غنقول لك، الراس مشات، هربت الراس. هذيك المره عزيزه عليك؟ عزيزه عليا. واخا خلات 29 عام؟ ايه.
سعيد الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام، الحب ديالو ما تغيرش 29 سنه وباقي كيبغي غادي نشوف الموضوع مع الاخت ديالو. اختي نجات، شتي الموضوع اللي تناولته معاه؟ باقي لدابا باغيها و29 كندب عليها الحناك، كندب عليها مسكين وتحير في طر رمضان في قبل كما في قبل مرتو كما كيموت عليها، كان كيموت عليها واخا 29 و يهربان واخا كيموت عليها مسكين، كان كيموت عليها. مشى في الليل مشى بالنهار تبعها على البغال، كان صحيح كان لاباس عليه كان صحيح، ولكن مرض مرض مسكين وكيندب عليها الحناك ما يخلي ما يدير عليها، يقلب عليها يبات في الزناقي. دابا ما كيباتش هنايا، دابا شويه يمشي يدير يبقى يدور 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 حتى على واحد السيمانه ثاني ويجي ثاني يطلع على وليدي. فين كيبات؟ في الزنقه. كيبات في الزنقه، في الزنقه. اختي شكرا لك. مشاهدينا الكرام، غادي نحاول مع الاولاد ديال سعيد اللي تاهما عندهم الاعاقه، غنشوف الابنه كيدير لاباس. ها شنو سميتك؟ الزهرة. شنو شي حاجه اللي بغيتي الزهرة وما عندكش؟ بغيت رتا شتي الحاله كيديره وشتي هذا تاو كيدير، وين اللي عاونا؟ شنو اللي كيضرك انت؟ شنو المشكله؟ كنت نعس في السبيطار، نعس في السبيطار، كنت نشرب الفاني درا حيدته وحيدته ليا الطبيبه. ايوا هادشي ليك. شنو نوعيه الاعاقه اللي عندها؟ هي كتكلم معايا عادي؟ هي تتحير في الليل، تتخرج للدراك، ما تتنوضش مزيان، ما بغات تقعد تدير بيديها، ما تصبل بحال مكوفلين عليها شويه. والابن شنو الاسم ديالو؟ محمد. محمد كيهضر والو؟ لا ما يهضرش مسكين. نحاولوا معاه. حاول معايا. محمد لاباس؟ كي داير انت بخير؟ واش لاباس؟ لاباس؟ مسكين غير ما ياكل ما ياكل. مشاهدينا الكرام، والله العظيم الا خاطري ضراتني هنا، بيت ما فيهش حتى جوج مترو. سعيد القصه ديالو فهمتوها وتبعتوها، الربيبه ديالهم، داكشي اللي دارت صراحه يعني الاخت ملي قالت لي هذا الفيديو عمرك ما دوزتي بحال هذا بحال هذه القصه، ليس بكلام فضفاض اللي قلت انما تعلم جيدا ما تقول. مشاهدينا الكرام، تنطلبوا الله عز وجل وجل المغاربه اننا نضفروا الجهود بيننا وندخلوا الفرح والسرور لهذه العائله. القصه تبعتوا معي في الجزء الاول وشتوا معايا الجزء الثاني وسمعتوا سعيد كيفاش كيتكلم على الزوجه ديالو اللي مشات عليه اكثر من 29 سنه ولا زال متشبت بالحب ديالو ليها. مشاهدينا الكرام، غادي نوضعوا رقم الاخت نجات، الله عز وجل هو اللي غادي يخلص الجميع. هاد الناس كتعيش القهره في هاد البيت، القمه في المعاناه. عيب انني نتكلم على اشنو كاين في هاد البيت. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.